قال الرئيسي إن فيروس كورونا الجديد هو اختبار كبير لنظام الحكم في البلاد، كما أبلغ المسؤولين بمقاطعة خوبي أن النجاح الأول تحقق باستقرار الوضع، قائلا إن الحياة والصحة يجب أن تكون على رأس الأولويات، وإنه على الحكومة أن تعتمد على الشعب وتشجعهم على حماية أنفسهم على نحو أفضل. وأكد سي ضرورة تلبية احتياجات المسنين والأطفال والفقراء والمعاقين في الوقت المناسب، وأضاف أن الوباء ستكون له آثار قصيرة الأجل على اقتصاد مقاطعة خوبي، لكنه لن يؤثر على الأساسيات الاقتصادية على المدى الطويل.